بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء وجدوا إن أكثر من 90% بيتوقعوا أكثر من 90% من الناس بتتوقع حاجات سلبية. يعني مثلا بيتوقعوا الطقس غدا هيكون إيه، مثلا هيحصل لي كذا، همشي هيحصل كذا، أي أمور من الأمور السلبية. فوجدوا إن 90% كله بيتوقع السوء، يعني بيتوقعوا حاجات بالأسوأ، دايما يتوقعوا بحاجات سيئة. يعني فبالتالي طبعا بيحدث قلق وتوتر عند فئة من الناس كتير من الخوف من المجهول، بيبقى عندهم خوف من المجهول دايما، ما فبيبقاش عندهم ثقة في نفسهم، ما بيبقاش فيه ثقة في الله سبحانه وتعالى، فده بيأثر على التفكير والتركيز والذاكرة، فما بيعرفش يركز فعلا، وبيحاول طبعا بتبقى فيه ضغوط وأعباء نفسية كتيرة جدا عليه. طب ايه الحل يا جماعة؟ طيب يعني الناس دي يعني ايه المشكلة اللي عندهم ديت، والمفروض يعملوا ايه بالظبط؟ في الحقيقة الناس دي بتبقى تعبانة جدا نفسيا كمان، وعندهم قلق باستمرار وعدم القدرة على التركيز، فده كمان بيسبب لهم فقدان في الشهية وقلة النوم، وبيبقى عصب المزاج على أقل حاجة، بيبقى فيه اكتئاب عنده باستمرار. يمكن ده راجع فعلا لقلة اليقين، قلة يقينك بالله سبحانه وتعالى إنه هو اللي بيقدر لك كل حاجة. ده بيديك، بيحرمك من عدم الاطمئنان، بيحرم نفسك من الطمأنينة. بيعتبر ده يعتبر كمان دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين. يعني الناس دي بيبقى عندها طول أمل، بيبقى عندهم بعد عن الله سبحانه وتعالى، فبيحسوا بالشعور ده إن هم دايما قلقين، عندهم قلق من المستقبل وخوف دايما مستمر، ما عندهمش يقين بالله إن كل حاجة مقدرة بيد الله سبحانه وتعالى. طيب الناس دي برضه بتبقى يعني حاجات من الاضطرابات النفسية المعروفة، اضطرابات نفسية برضه في حالة الاكتئاب، بيدخل فيها طبعا حالات اكتئاب كتير، طبعا طبعا بتبقى سببها قلة برضه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وقلة الثقة بنفسهم كمان، ما عندهمش ثقة في نفسهم، فبيحصل لهم عدم التركيز والقدرة على، مش عارفين يستقروا في حياتهم. فدولت يعني لازم، المفروض أول حاجة لما الواحد يتعرض لهذه الحاجات لازم أشوف نفسي اليوم بتاعي أنا عاملاه إزاي، يعني إيه اليوم بتاعي اللي حصل لي فيه اللخبطة دي عشان أركز في المستقبل بالشكل ده. أكيد بتبقى فيه حاجات ناتجة عن عادات صحية غير سليمة، في توتر باستمرار، في قلق في البيت، في إزعاج، في حاجات كتير بتحدث، فده بينبعث عليا أنا سلبيا. فأهم حاجة الواحد لازم ينظم النوم، الاسترخاء لازم يكون فيه قسط من الراحة، لازم يكون فيه عندك وقت للاسترخاء، لازم الحاجات العادات الصحية السليمة أتبعها بحالة نفسية متوازنة، أشوف إيه مصاعب الحياة، أبدأ أخطط صح وأكتب الحاجات اللي أنا تعباني نفسيا، أكتبها في ورقة وأبدأ أستعين بالله سبحانه وتعالى، وأبدأ يعني أحط لها جدول وخطة وأستعين بالله سبحانه وتعالى. دي برضو بتخفف العبء عني من التوتر والخوف المرضي اللي هو متسبب. طبعا الارتباط بالله سبحانه وتعالى دي أهم حاجة، لازم صلتي بالله أكبر من كده، لأن طبعا كل ما الواحد صلته بالله بتقل، فطبعا بيحصل له تشتت في عقله وفي قلبه، وبيحصل توتر وقلق وضغوط نفسية. فلما كل الواحد لما يكون مطمئن فعلا إن كل حاجة بيد الله سبحانه وتعالى، بيحصل عنده اطمئنان وسكينة، ويرضى بكل حاجة، ويبقى عنده رضا بأي حاجة. فطبعا دي السعادة يا جماعة، مش كلمة كده بتتقال، لا، السعادة الحقيقية فعلا هي في رضا الله سبحانه وتعالى، إن هو يكون راضي عني، وأكون أنا يعني متواصلة مع الله سبحانه وتعالى في كل حاجة. فشوف الخلل فين، وابدأ حسن من نفسك، وابعد عن العادات السيئة، ابتعد عن القلق والتوتر والغضب. كتير من الناس طبعا بيغضبوا لأشياء بسيطة جدا، يعني في ناس بتغضب من أقل حاجة زي الخوف طبعا من المستقبل، فالأمر كله بيد الله، فلا تقلق وتعرض نفسك لارتفاع بعد كده في نسبة الإدرينالين في الجسم، اللي بيسبب طبعا في إسراع نبضات القلب، فبيرتفع ضغط الدم ويحصل إفرازات في المعدة وبتزيد، وبتسبب لك كمان تقرحات في المعدة. شوف كل ده عشان انت بس غضبت. يعني بص، بتلاقي نفسك في مشكلة صحية غير سليمة بالمرة بسبب ان الواحد غضب
الغضب ده طبعا يعني بيعتبر من الشيطان كمان، لكن الشديد هو اللي بيملك نفسه عند الغضب، ولنا طبعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة طبعا، إن كان الرسول عليه السلام لا يغضب. طبعا المفروض الواحد يخطط تخطيط عقلاني منتظم لصنع القرارات، يعني أي مشكلة أنت لازم تبدأ تحلها صح، وتعرف كمان فرص النجاح فين، تخطط تعرف سر النجاح فين، وتبدأ يعني تخطط لنفسك. ما فيهاش أي حاجة لما الواحد يعني يخطط ودي حياتك، يعني تبدأ تخطط وتستعين بالله وتشوف تعمل جدول تنظيمي كده للوقت، وما يضيعش منك أي وقت ولا حاجة. في النهاية يا جماعة ما فيش إنسان بيبقى تعيس لأن هو في أفكار بتسبب له شعور بالتعاسة، فإن لم تكن سعيدا في داخليا فمش هتكون سعيد خارجيا أبدا. الهموم طبعا الهموم ديت يعني أهم حاجة إن الواحد يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فهيكون راضي. فحاول أنت تطلع من أي مشكلة بسرعة جدا، وتحاول تحل أي مشكلة، ومفيش داعي للقلق إن أنت تعيش تعيش المشكلة مستقبلا. يعني أنت بتعيش الحياة يعني حاسس اللي هيحصل كذا وهيحصل كذا، فأنت خدت اللي هيحصل وعشت بيه في اليوم. طب ليه أنا معيش اليوم سليم وخلي الأقدار دي بتاعت ربنا؟ يعني أنت بتعيش الهموم قبل ما تيجي، فدي حاجة وحشة جدا بصراحة. يعني الله يكون في الناس اللي بتفكر بالشكل ده. فالمهم أهم حاجة يا جماعة لازم الواحد يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويكون راضي، لأن السعادة فعلا هي في حب الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي مقدر كل شيء. دي كانت كلمة سريعة كده عن السعادة وعن إزاي الواحد يطلع من أي هموم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم نجاة. شكرا.